جولة إخبارية على قناة رؤيا، أهلا بكم. والبداية بأبرز العناوين. تحضيرا للدخول المدرسي، وزير التربية يكشف بأن زيادة من 4 ملايين تلميذ سيستفيدون من مجانية الكتاب المدرسي. مجزرة مرورية وسط بلدية خرايسية بالعاصمة، شاحنة تفقد الفرامل وتصطدم ب7 سيارات، وحديث عن وفاة 3 أشخاص وسقوط عديد الجرحى. دوليا، هاشتاغ دعارة في سفارة يتصدر الترندات العالمية على خلفية قضية التحرش الجنسي داخل السفارة الصهيونية بالمغرب. البريطانيون يتوافدون إلى قصر باكنغهام للاطمئنان على صحة الملكة إليزابيث الثانية. أهلا بكم من جديد. كشف وزير التربية الوطني عبد الحكيم بالعابد اليوم الخميس أن 4 ملايين تلميذ سيستفيدون من كتاب الإنجليزية مجانا. وزير التربية أكد على هامش افتتاح أشغال الندوة الوطنية لتقييم تحضيرات الدخول المدرسي أن منهاج تدريس الإنجليزية لتلاميذ الابتدائي والكتاب الخاص بالمادة وكذا جميع التنظيمات التربوية اللازمة ستكون جاهزة قبل التحاق التلاميذ بالمدارس تنفيذا لتعليمات الرئيس عبد المجيد تبون. ودعا بالعابد مسيري القطاع إلى الالتزام الشديد بقواعد المحاسبة المالية في صرف المال العام وترشيد النفقات، مضيفا بأنه سيتم محاسبة كل مسؤول ومدى قيامه بمهامه. إلى ملف إرهاب الطرقات، أين تسببت شاحنة من الوزن الثقيل في مجزرة مرورية اليوم الخميس ببلدية خرايسية ولاية الجزائر العاصمة. وحسب المعلومات المتوفرة لدينا، فقدت الشاحنة الفرامل وفقد سائقها السيطرة عليها لتصطدم ب7 سيارات وسط مدينة خرايسية. للإشارة، فإن الشاحنة كانت محملة بالحديد وفقدت السيطرة إن اصطدمت بالسيارات وتسببت في وفاة 3 أشخاص على الأقل وإصابة آخرين بجروح متفاوتة، نقلوا على جناح السرعة إلى المستشفيات. الله أكبر يا لطيف، لا حول ولا قوة إلا بالله. مطر سلامات. في حوادث الطرقات دائما، أحصت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان لها اليوم الخميس وفاة 12 شخصا وإصابة أكثر من 400 آخرين بجروح في 359 حادث مرور سجلوا على مستوى المناطق الحضرية خلال الفترة الممتدة من 30 أوت إلى 5 سبتمبر. كما تشير ذات المعطيات أن أسباب الحوادث تعود بالدرجة الأولى للعنصر البشري بنسبة تفوق 96% نتيجة عدم احترام قانون المرور وعدم التقيد بمسافة الأمان والإفراط في السرعة والإرهاق وعدم التركيز عند السياقة، إضافة إلى أسباب أخرى متعلقة بالمركبة. من حوادث الطرقات إلى قطاع السكن، أين وجه المدير العام للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره فيصل زيتوني تعليمات صارمة ومباشرة لمعالجة مختلف الملفات العالقة والتي تتعلق أساساً بالعقود وبيع المحلات التجارية وتسليم المفاتيح. كما أسدى زيتوني أوامره من أجل المتابعة الميدانية للأشغال واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الشركات المتقاعسة ووضعها بالخانة السوداء، داعياً إلى تكثيف الزيارات الميدانية والدورية والتكفل بانشغالات قاطني سكنات صيغة البيع بالإيجار في مختلف الأحياء السكنية عبر كامل التراب الوطني. إلى الشؤون الدولية، أين تصدر هاشتاغ دعارة في سفارة ترندات العالمية وخاصة العربية بعد الفضيحة الجنسية التي شهدتها المغرب على خلفية قضية التحرش الجنسي التي طالت مغربيات في مقر السفارة الإسرائيلية الصهيونية في بلاد المخزن، بعد أن فجرت تقارير إعلامية عبرية فضيحة تتعلق بوجود شكوى بسوء سلوك أحد مسؤولي البعثة الإسرائيلية واستغلال عدد من النساء المغربيات جنسياً. من المغرب إلى بريطانيا، أين أظهرت مقاطع الفيديو لبث حي من محيط قصر باكنغهام توافد المواطنين البريطانيين إلى القصر عقب الإعلان عن تدهور صحة الملكة إليزابيث الثانية. وكان أطباء قصر باكنغهام قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم حول صحة جلالة الملكة قصر باكنغهام قد أعربوا في وقت سابق عن قلقهم حول صحة جلالة الملكة
بعد أن ألغي الأربعاء اجتماع افتراضي مع الوزراء إثر نصيحة الأطباء للملكة بالراحة والبقاء تحت الإشراف الطبي. في أخبارنا الغريبة لنهار اليوم، خبر مروع من الهند، حيث أوردت تقارير إخبارية أن امرأة هندية قاتلت نمراً بيديها العاريتين لمدة دقيقتين كاملتين في سبيل إنقاذ ابنها البالغ من العمر 15 شهراً. وبحسب المصادر فقد اخترقت مخالب النمر رئتي أرشانا شودهاري البالغة من العمر 25 عاماً بينما كانت تواجه النمر بكل قوتها. وتمكنت الأم التي تعيش مع عائلتها في قرية روهانيا القريبة من محمية للنمور في منطقة أوماريا من إنقاذ طفلها الرضيع من بين فكي النمر وخرجا معا على قيد الحياة. بهذا الخبر نكون قد وصلنا إلى نهاية جولتنا الإخبارية، شكرا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.